السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم، وموعد يتجدد معكم في حلقة الخميس من ملك وكتابة. حلقة النهاردة يمكن بغيب عننا فيها المهندس عادل القيعي لظروف برد خفيفة، إن شاء الله يكون في صحة جيدة ويرجع بإذن الله الحلقة الجاية. لكن عايز أقول لكم إن هي حلقة جاية في توقيت مهم جدا، حلقة أعتقد كل جماهير النادي الأهلي بتترقبها باهتمام شديد، عايزة تطمن على ناديها، عايزة تشوف كل الأحوال ماشية إزاي، ولعل كمان هي جاية في توقيت الناس واخدة فرصة لالتقاط الأنفاس من ماراثون كأس العالم المشتعل في روسيا. عشان كده عندنا حلقة النهاردة على جزئين، الجزء الأولاني المهم جدا مع حضراتكم، هنحاول نطمنكم قدر الإمكان على كل تفاصيل المشهد الأهلاوي، على كل ما يحدث في النادي الأهلي، تطورات الموقف في اللحظات الأخيرة، على كل الأصعدة بكل الصراحة والوضوح والحرص على مصلحة النادي اللي احنا متأكدين ان ده الهدف الأساسي عند كل واحد بيحب النادي الأهلي، غيور على النادي الأهلي، نفسه النادي الأهلي دايما وأبدا يفضل في أفضل مكانة. ده اللي هنطمنكم عليه، زي ما كمان هنسافر بيكم لمعسكر الأهلي اللي في كرواتيا عشان تطمنوا على ترتيبات المشهد الكروي للأهلي في معسكر إعداده في كرواتيا تحت قيادة الجهاز الفني الفرنسي بقيادة كارتيرون، ونشوف إيه آخر أخبار نجوم الأهلي وتدريباتهم. الجزء الثاني من الحلقة إن شاء الله هيكون مخصص مع ضيفين كبيرين عزيزين، الأستاذ أيمن بدرة رئيس تحرير أخبار الرياضة، والأستاذ محمود صبري رئيس القسم الرياضي بجريدة الأهرام. الاثنين زملاء كبار كانوا مع بعثة منتخب مصر في روسيا، كانوا من شهود العيان القريبين جدا من الحدث وكل ما وقع في جوروزني وأيضا في بقية المدن الروسية اللي استضافت مباريات منتخب مصر، عشان نشوف مش بس إيه اللي حصل هناك، إيه تداعيات الموقف، ماذا بعد جوروزني، ماذا بعد كأس العالم، وماذا سيحدث في الاتحاد المصري لكرة القدم. لجان التفتيش اللي شغالة دلوقتي هتعمل إيه بالظبط؟ هل ممكن الاتحاد المصري يتحل ولا ما يتحلش؟ هل هتصدر عقوبات بشأن بعض اللعيبة اللي ارتكبوا أخطاء وتجاوزات في حق تمثيل مصر في كأس العالم بروسيا، ولا الموضوع انتهى لغاية هذا الحد؟ مين اللي هيدرب منتخب مصر بعد قبول أو بعد إنهاء عمل هيكتور كوبر الأرجنتيني، وإيه تداعيات المرحلة اللي جاية؟ لكن عايز أقول لكم أول أخبارنا من النادي الأهلي النهاردة، وده كان الخبر المهم الحقيقة، النادي الأهلي استقبل ظهر اليوم فاكس مهم لعله له تداعيات، وبالنسبة لجمهور الأهلي الكلام على النواحي الإدارية والمالية مش بس مجرد رقم وأحوال مالية فقط، لكن دايما وأبدا ليها تأثير في جزئية أن النادي الأهلي لما بتتوفر له سيولة مالية جيدة جدا، لما بتكون عنده قدرة اقتصادية وقوة شرائية تؤهله، بيقدر يعقد صفقات، بيقدر يحقق الكثير من الانتصارات الكروية المهمة. فعشان كده كل ما يتحقق للنادي الأهلي في الأحوال المالية والاقتصادية بيصب بشكل مباشر في راحة جمهور النادي الأهلي واهتماماته. عشان كده أعتقد كان من المهم التعرض لما تلقاه النادي النهاردة من خطاب لشركة صلة الرياضية، الشركة اللي كان رست عليها مزايدة رعاية أو حقوق رعاية النادي الأهلي في الفترة الأخيرة لمدة 3 سنوات قادمة. النادي الأهلي تلقى هذا الخطاب اللي هتشوفوا صورته قدام حضراتكم. السادة النادي الأهلي المحترمين، تحية طيبة واحتراما وبعد، نفيدكم علما بعدم رغبتنا في إتمام التعاقد معكم. زي ما حضراتكم شايفين ده شكل الخطاب، نفيدكم علما بعدم استطاعتنا أو عدم رغبتنا في إتمام التعاقد معكم، والله ولي التوفيق. الخطاب موقع من المستشار القانوني عماد بركات. ده الخطاب اللي تلقاه النادي الأهلي النهاردة. طيب إيه الحل؟ تعرفين أنه المزايدة كانت وصلت لي ماراثون صعب جدا، أولا يكشف عن قيمة النادي الأهلي، ويكشف كمان عن رغبة كل هؤلاء المستثمرين في الارتباط والتعاقد مع النادي الأهلي. أنت بتتعاقد مع كيان رياضي هو الأكبر في الشرق الأوسط، بتتعاقد مع كيان رياضي جماهيره تصنف بين أكثر أندية العالم شعبية، بتتعامل مع كيان نادي هو الأكثر تتويجا في البطولات عامة، البطولات الكروية على سطح الكرة الأرضية، حقائق لا ينكرها أي أحد على الإطلاق. ومن ثم كل الأطراف التي تعاونت وتعاقدت على رعاية النادي الأهلي في السنوات الأخيرة
تلاحظوا حاجة، إنه كل شركة ارتبطت بالنادي الأهلي أو وكالة كانت حريصة في العقد التالي إن تنافس وتاخده، رغم إنه كان بيوصل في معظم الأحوال قيمة العقد للضعف. يعني إذا كان الأهرام في فترة من الفترات أخذ النادي الأهلي ب 15 مليون، بعد 3 سنين خده ب 30 مليون وبأكثر من 30 مليون، يعني هو عارف عنده مساحة الربحية الضعفية. وبالتالي صلة نفس الحكاية، كل الشركات الكبيرة المحترمة التي تعاقدت مع النادي الأهلي كانت حريصة في العقد التالي إن هي تنال نفس العقد وتحقق نفس المردود، لأنه حققت هامش ربح كبير جدا بالنسبة لها لارتباطها بالنادي الأهلي. ومن ثم فالمرتبط بالنادي الأهلي هو الكسبان، الأهلي بيحقق أغراضه، الأهلي بيلبي احتياجاته، لكن في الأول والآخر شعبية النادي الأهلي، قيمة النادي الأهلي، مكانة النادي الأهلي، سمعة النادي الأهلي، نجاحات وانتصارات وبطولات وتاريخ النادي الأهلي، كلها مقومات نجاح كبيرة جدا لأي معلن أو لأي شركة رعاية بترتبط مع النادي. عشان كده النادي الأهلي بعد ما تلقى هذا الخطاب من شركة صلة النهاردة بكل الاحترام والتقدير رد عليهم بخطاب من المدير التنفيذي الأستاذ محمد مرجان: السيدان الممثلان الرسميان لشركة صلة الرياضية، في كافة إجراءات الممارسة رقم 17 لسنة 2017-2018، تحية طيبة وبعد، بالإشارة إلى الخطاب الوارد إلى النادي الأهلي بتاريخ 5/7/2018 وفي تمام الساعة 11 صباحا بتوقيع السيد عماد بركات والذي يخطر النادي، نفيدكم علما بعدم رغبتنا في إتمام التعاقد معكم. الأهلي بيقول لصلة: جالنا جواب منكم، ممضي من الأستاذ عماد بركات، بيقول إن أنتوا مش عايزين تتعاونوا أو مش عايزين تكملوا التعاقد معانا. طيب، وبيقول لهم: ولما كان السيد المذكور ليس أحد الممثلين الرسميين لشركة صلة الرياضية في الممارسة المحدودة المشار إليها، فإنه لا يكون له أي صفة رسمية في التخاطب مع النادي الأهلي بخصوص أي أمر أو أي شيء متعلق بالممارسة المحدودة المشار إليها، برجاء التفضل. يعني الأهلي بيقول في تعاقدنا مع حضراتكم الاثنين الممثلين المعتمدين عندنا زي ما انتوا حددتوهم ما فيهمش الأستاذ عماد بركات، فانتوا قولوا لنا الراجل ده بيمثل الشركة ولا بيمثلهاش، برجاء التفضل بالعمل والإحاطة وإفادة النادي الأهلي بموقف الشركة النهائي من استكمال إجراءات التعاقد في تلك الممارسة بعد خطاب الترسية الصادر من النادي الأهلي للشركة بتاريخ 2/6/2018، يعني بالضبط من شهر ويومين، بشأن ترسية الممارسة رقم 16 للعام المالي 2017-2018 والخاصة بحقوق رعاية النادي الأهلي لمدة 4 مواسم رياضية، وذلك تنفيذا لما جاء بكراسة الشروط في تلك الممارسة. وتفضلوا وتقبلوا وافر التحية للمدير التنفيذي محمد مرجان. قولوا لنا بالظبط الراجل ده يمثلكم ولا ما يمثلكوش، انتوا ما حددتوهوش ضمن الاثنين المعتمدين الرسميين في المكاتبه بيننا وبينكم وفي التعاقد اللي تم بيننا وبينكم وفي الترسيه اللي تمت في 2/6. لو الراجل الاستاذ عماد بركات الوارد منه الخطاب بيمثل هذه الشركه هنبدا اتخاذ الاجراءات القانونيه، لو اي حاجه غير كده نحاول نستوضح هذا الموقف. فبالظبط ده الرد بتاع النادي الاهلي على شركه صله. هنا ايه اللي ممكن يحصل؟ شركة صلة خدت حقوق رعاية النادي الأهلي بنص مليار، ب 500 مليون جنيه. بعد سبق كبير كان فيه 3 أطراف. كانت شركة صلة، شركة إحدى الشركات أو شركات الاستثمار العربية المحترمة. وكالة الأهرام للإعلان، واحدة من أهم وأقوى وكالات الإعلام في الشرق الأوسط، ناتجة عن مؤسسة هي الأعرق في الشرق الأوسط كله، متضامنة مع وكالة الأخبار الممثلة لمؤسسة أخبار اليوم، المؤسسات الصحفية في مصر الكبرى، فإحنا بنتكلم على كيانات وطنية محترمة. ثم شركة بريزنتيشن برضو من شركات الرعاية الرياضية المحترمة والراعي الرسمي للكرة المصرية وصاحبة البصمة الكبيرة على مسيرة المنتخب الوطني وكل المنتخبات. فأنا بصدد حالة من التنافس الكبير جدا بين هذه الكيانات الاقتصادية العملاقة، صلة، أهرام وأخبار، بريزنتيشن، بعد جولة صعبة جدا، بعد منافسة حامية جدا، رسي الوضع على شركة صلة
ب 500 مليون جنيه، نص مليار لمدة 4 سنين. العرض التالي ليه يمكن برزنتيشن على معرفته وقتها كانت وقفت عند 400، والأهرام مع الأخبار الاتنين متضامنين مع بعض وصلوا ل 480 فيما أذكر. فبالتالي فازت صلة بهذا العطاء أو بهذه المزايدة. طب النهاردة لما صلة بتنسحب لسبب أو لآخر، هما كل واحد حر في أنه يكمل جيم أو ما يكملهوش، بس الأمور كلها بتترتب عليها أوضاع قانونية. إيه الوضع القانوني اللي بيتم؟ الوضع القانوني اللي بيتم، النادي الأهلي بيبعت للجهة الإدارية قلنا يا جماعة بعد استفتاء أصحاب الشأن والجهات الرقابية والمحاسبية، أنا هنا مطالب قانونا أعمل إيه؟ هل يتم نقل العطاء لرقم 2 مباشرة؟ يعني خلاص صلة طلعت بره السبق، اعتذرت، الوضع القانوني بالنسبة لها إيه؟ هي بتتحمل الجزاءات الواردة في العقد. كان عندها رقم تأميني حطاه في البداية أعتقد كان 50 مليون. قانونا هي بتتحمل فارق السعر عند الترسيع على اللي بعد منه، يعني أنا لما أجي أخد رقم 2، رقم 1 اللي خرج هو السعر اللي كان وصل له بيدفع الفرق. دي النواحي القانونية في قانون المناقصات. ولا أنا مطالب إن أنا أعمل طرح جديد وأعمل كراسة جديدة وأعيد اللعبة من جديد بعد استبعاد اللي مش عايز يدخل. فبالتالي الأمر كله النادي الأهلي حريص رقم 1 على منتهى الشفافية والوضوح واحترام القانون بكل صراحة ووضوح. رقم 2 حريص على احترام حقوق كل الشركاء والرعاة اللي ممكن يرتبطوا بيه. مبدأه دايما باستمرار كان، وده تلاحظوه ثابت باستمرار، وين اند وين، انا بكسب وبكسبك، انت مش جاي تقدم لي خدمة او غرض، او محدش يفهم ان انت جاي تديني خدمة من عندك، لا انت جاي تتعاقد معايا على اداء خدمة إعلانية أنت هتستفيد منها كشركة وأنا مستفيد منها كنادي، وبالتالي المنفعة متبادلة بين الطرفين. الطرف اللي مش هيدخل بيتم تسوية أو ترسية الوضع القانوني على الطرف الثاني. الأهلي هينتظر مؤكد الرد من الجهة الإدارية، من الجهات الرقابية والمحاسبية، الجهاز المركزي للمحاسبات، الجهة الإدارية، وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة في القاهرة، ايه الوضع القانوني اللي المفروض يتعمل في هذه الحالة. لكن المؤكد اللي انا عايز اقوله لحضراتكم، اطمنوا جدا جدا جدا، اللي بيرتبط بالنادي الاهلي مؤكد هو الكسبان. اي شركة او اي وكالة محترمة بتتعامل مع النادي الاهلي عارفة هي بتتعامل مع كيان يملك اعلى وافضل ضمانات النجاح الاقتصادي، وعارفة انه مكان زي النادي الاهلي بحجمه وقيمته وشعبيته وفضل حضراتكم كجمهور وارتباطكم بالنادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي وسمعه النادي الاهلي في السوق، بتخلي اي طرف يتعامل مع النادي الاهلي بيتعامل وهو ضامن تحقيق اعلى درجات الربحيه. فبالتالي مفيش اي مشكله على الاطلاق، بالعكس الامور دايما وابدا مزيد من المنافسين، مزيد من التقدم، مزيد من المنافسه، مزيد من ارتفاع السعر، مزيد من المنافسة، مزيد من استنهاض الهمم لبذل الكثير من أفكار وأنماط الاستثمار وتنمية الموارد. عشان كده هنتواصل مع الدكتور سعد شلبي الخبير التسويق الرياضي الكبير من المملكة العربية السعودية، حيث يعمل أستاذا زائرا بإحدى الكليات في السعودية، وهو في نفس الوقت مستشار التسويق الرياضي للنادي الأهلي وواحد من أصحاب الباع الطويلة جدا في التسويق الرياضي. يا دكتور سعد مساء الخير. استاذ ابراهيم مساء الخير، والحمد لله على سلامه حضرتك والتوفيق دايما يا رب. ربنا يخليك يا دكتور. طمني الاجراءات القانونيه عند هذا الحد، الوضع مظبوط؟ الاجراءات القانونيه انت حضرتك طبعا عارف ان النادي الاهلي دايما بيبقى منضبط باطار قانوني محدد، وعندنا مجموعه من الخبراء القانونيين دايما في اي مشروعات احنا بنخشها بنبقى حريصين جدا على ان احنا يعني ننفذ كل الجوانب القانونيه الخاصه بالعمليات التسويقيه والعمليات التجاريه بتاعت النادي الاهلي. ده طول عمر النادي الاهلي كده، يعني دي مش من النهارده. تمام. والكابتن الخطيب طبعا بيبقى حريص جدا على ان احنا نتبع اللوائح اللي بتبقى منظمه الحقوق ما بين الاطراف، فاعتقد ان كل الامور ماشيه في الاطار القانوني السليم. تمام.
الاهلي وصل له هذا الخطاب رد بخطاب استيضاحي، يعني انا بقول ان هو الاهلي بيقول الاسم الاستاذ عماد بركات اللي ورد ممهور به هذا الخطاب ليس ضمن الساده المعتمدين او الممثلين للشركه اللي رسى عليها العطاء، وبالتالي خطاب الاهلي بيستوضح الاستاذ عماد بركات يمثلكم بحيث يتم اتخاذ الاجراءات القانونيه، ولا الوضع ايه بالظبط؟ هو في الحقيقه احنا جالنا خطاب موقع من احد الساده الموقعين على الخطاب. في الحقيقه احنا عندنا اوراق بتتقدم زي ما حضرتك عارف وفقا للقانون مع المظاريف الفنيه والماليه، مين هم الافراد الموكلين الرسميين من قبل الشركه ولهم حق التوقيع. ففي الحقيقه لما جالنا الجواب احنا طبعا لابد ان احنا نمشي في الاطار القانوني ونحترم الافراد اللي الشركه الموقره طبعا ارسلتهم لينا، قالت لنا هم دولت الافراد الرسميين الممثلين للشركه ولهم حق التوقيع عشان يبقى بس في كلام محدد من افراد معنيين بالاختصاص. تمام. احترام وتقدير كامل لكل الافراد، لكن في القانون بيحدد ضوابط. صحيح. في افراد هم المعنيين بالتوقيع وهم المعنيين بمخاطبه النادي الاهلي في محل المزايده اللي هي مزايده الرعايه، وخصوصا في ان في جواب صدر بالترسيه على الشركه الموقره يعني، فاحنا بنستوضح الامر هل الخطاب ده بيمثل راي الشركه ام الخطاب ده شكله ايه عشان يبقى عندنا الجوانب القانونيه سليمه يعني. تمام. ماذا بعد الخطوه الثانيه؟ يعني في حاله خروج طرف فاز بهذه الترسيه هل بتعاد؟ لا يعني عندنا اجراءات قانونيه برضو، ده ما ينفعش فيه اراء شخصيه يعني. تمام. عندنا اجراءات قانونيه بيدرس قانونا كراسه الشروط المطروحه، ان هي كراسه الشروط المطروحه بتقول ان احنا عندنا في حاله عدم الانسحاب احد الافراد او عدم اتمام اجراءات التعاقد بيبقى في جوانب احنا بنتبعها وفقا للقانون. فاحنا ملتزمين بالنواحي الخاصه بالقانون، ما يبقاش فيها اي اراء شخصيه لاي حد. فالمساله قيد الدراسه القانونيه. دكتور سعد، استاذ ابراهيم، المساله قيد الدراسه القانونيه دلوقتي. يعني كل الاجراءات دي متوقفه على احنا ان شاء الله في انتظار الرد من الشركه بهل الجواب اللي جاء للنادي الاهلي هو ده بيحمل راي الشركه او ده ممثل للشركه، وفي اطار الرد اللي بيجي لنا من الشركه بنتخذ كل الاجراءات اللي برضه بينص عليها القانون واللي بتحمي مصالح النادي الاهلي والحقوق التجاريه بالنادي الاهلي، لان الحقوق التجاريه للنادي الاهلي هي محل احترام وتقدير من كل الناس اللي موجوده داخل السوق الرياضي، سواء كان السوق الرياضي المصري او السوق الرياضي العربي، لان قيمه النادي الاهلي قيمه تجاريه الجميع كله بيبقى عايز يشتغل معاها لانها بتكبر كل الافراد وبتكبر كل الشركات، لان طبعا انت عارف حجم الطلب علينا في السوق قد ايه. احنا النادي الاهلي عنده هو اكبر نادي في العالم له جماهير في موطنه، ده بيمثل حجم طلب كبير جدا بالنسبه لشركائنا في الرعايه، فده كلام اكيد الكل عارفه والكل مدركه يعني. دي النقطه اللي انا يهمني اقف عندها شويه يا دكتور سعد، لان هي تخص الجمهور. الجمهور يمكن تفاصيل الترسيات والمناقصات والمزايدات وحقوق الرعايه تفاصيل قد تبدو مش محل اهتمام الجمهور، لكنه صوت بس يا استاذ ابراهيم. بقول لك دي النقطه اللي محتاجين الجمهور يفهمها كويس. ماذا تعني القيمة، قيمة العلامة التجارية للنادي الأهلي كقيمة تسويقية في السوق للجمهور؟ جمهور النادي الأهلي هو أحد مكونات القيمة للعلامة التجارية بتاع جمهور النادي الأهلي، لأن فيه كتير من الأندية هي لها أداء مرموق ولها قواعد داخل السوق، لكن أهم حاجة عند حضرتك هو حجم الطلب على العلامة التجارية اللي بيجي من الجمهور، حجم نسب المشاهدة أمام شاشات التلفزيون، حجم الناس اللي على مواصل التواصل يعني مواقع التواصل الاجتماعي. النادي الأهلي النهاردة عنده أكثر من 31 مليون متابع على الموقع الإلكتروني الرسمي بتاعه، ده النهاردة إحنا بنتكلم إن النادي الأهلي ما بين العشرة الكبار على مستوى العالم في العدد الأفراد والمشجعين اللي هم على المواقع التواصل الاجتماعي بتاع النادي الاهلي، فده كله بيدي تعزيز لمكانه وقيمه العلامه التجاريه، وهنا بتيجي قيمه الانديه، يعني مش بس يعني ان انت تقدر تدفع مبالغ كبيره في حاجه ما عليهاش حجم طلب، لا هو ده اللي بيعزز طول عمر النادي الاهلي بيحصل على اكبر العقود التجاريه في المنطقه بتاعتنا وفي القاره الافريقيه بحكم حجم الطلب بتاع جمهوره، وكمان حجم الولاء والوفاء. ما ممكن برضو الجمهور يبقى في عندك جمهور لكن ما عندوش نسب الولاء العالية. هي دي النقطة السحرية يا دكتور. النادي بتاعه، فعشان كده هنا بتبقى قيمة العلامة أكبر وقيمتها التجارية أكتر.
حجم الولاء والحرص على النادي من قبل الجمهور بيعلي القيمة. طبعا حجم الولاء، لان حجم الولاء معناه انخراط في متابعة الاخبار، يعني الفاعلية طبعا. الفاعلية في متابعة الاخبار، والفاعلية في شراء المنتجات اللي بتحمل العلامة التجارية للنادي الاهلي. صحيح. كل ده طبعا هو اللي بيبني قيمة العلامة داخل السوق. والنادي الاهلي بطبيعة وبحكم تاريخه الكبير وبحكم جمهوره ايضا الكبير ودرجة الوفاء العالية ودرجة الاهتمام بمتابعة اخبار النادي الاهلي، ويمكن انت برنامج حضرتك الموفر ما هو واحد من اعلى البرامج الرياضيه في نسب معدلات المشاهده، عشان قيمه ملك وكتابه كده عاليه. أي. اللي هي جزء من قيمه وعلامه التجاريه للنادي الاهلي. أي. فده كله بيعزز قيمه ومكونات العلامه بتاعتنا. احنا اكبر علامه، مش بنقول كلام عشان احنا بننتمي للنادي الاهلي، ده واقع وحقائق بيتبنى عليها سوق، وبيتبنى عليها ارقام في مبيعات، وبيتبنى عليها ارقام في حقوق تجاريه موجوده. طيب انا ملاحظ حاجه كمان كنت بشير ليها يا دكتور، كل شركه ارتبطت بالنادي الاهلي او كل وكاله حتى ارتبطت بحقوق رعايه النادي الاهلي حرصت في العقد التالي ان تنافس وربما تاخد العقد الجديد بضعف القيمه اللي كان عليها العقد الاول، بما يعني انه كل طرف بيتعاقد مع النادي الاهلي تقريبا بيكسب ضعف اللي بيدفعه للنادي الاهلي، مش كده؟ اولا بيكسب ضعف اللي بيدفعه للنادي الاهلي، لان موضوع الرعايه فلسفته اتغيرت خالص بالنسبه للشركات والشركات التجاريه. النهارده الاول احنا كنا بنقول عايزين الوعي بالعلامه التجاريه للشركاء من الرعاه، يعني الناس تعرف الشركات التجاريه اللي كانت موجوده في السوق. النهارده لا، الموضوع اختلف. الشركات عايزه تزود مبيعاتها لجمهور النادي الاهلي، وبالتالي لما بينزل ابلكيشن تطبيق على احد شركات الاتصالات، جمهور النادي الاهلي بقوته الكبيره دي بيخش ويحمل التطبيق، وبالتالي بيولد عوالد تجاريه للشركه. بالظبط. وبالتالي الشركه بتبقى حريصه ان تخش مع النادي الاهلي في شراكه، بشراكه حقوق رعايه باي ثمن مطروح داخل السوق نتيجه لهذه المبيعات الكبيره للشركه. فالعمليه ما بقتش عواطف فقط ما بين الشركات وحب الانديه والى اخره، لا، ده مصالح تجاريه مشتركه اساسيه لابد ان احنا نبقى فاهمينها وجمهورنا فاهمها، وكمان احنا حريصين ان احنا نطور الحقوق بشكل مستمر. يعني احنا السنه دي طرحين مجموعه من الحقوق الجديده بشكل كبير جدا، وبالتالي كل الشركات قراتها بشكل جيد جدا وحريصه ان هي تخش في الشراكات مع النادي الاهلي. عشان كده احنا بناخد المبالغ الكبيره اللي بتخلينا دايما رقم واحد في السوق. إذن الدكتور سعد كمستشار التسويق لمجلس إدارة النادي، أنت بتطمئن الجمهور على الأوضاع الخاصة برعاية النادي الأهلي بشكل تام؟ بشكل تام جدا، والجمهور الكريم هو عنده يمكن ما يميز جمهور النادي الأهلي إن عنده درجات عالية جدا من الوعي، عنده درجة جدا من الوعي إن في أرقام حقيقية، إحنا مش بنكلم إلا من خلال واقع عملي موجود داخل السوق. احنا عندنا اكبر عقد للبث تلفزيوني حصل في تاريخ الرياضه المصريه، 400 مليون جنيه. صحيح. وده مش الرقم، ده الرقم الفعلي المادي الملموس، حتى عقد الرعايه نفسه هو اكبر من القيمه الماليه ده، لان في حاجات موجوده جوه اسمها الفي اي كي، دي قيمه مضافه للعقد الرقم الفعلي اللي ظاهر قدام الجمهور. فاحنا يعني ان شاء الله بنطمن الجمهور ان النادي الاهلي عنده عقود تجاريه تستطيع ان تحقق افضل الارقام في الرياضه المصريه والعربيه وفي القاره الافريقيه، ولسه كمان عندنا مشروعات جديده لم تطرح بعد. يمكن انت حضرتك امبارح لو حضرتك تابعت ان مجلس الاداره مشكورا، انا عايز اسالك الهيكله بتاعت اداره التسويق الرياضي الجديده، انا عايز اسالك في ده يا دكتور بالكامل، عشان مش بس هي تابع تنفيذ العقود المطروحه حاليا. الاداره دي هيبقى لها مهام بمشروعات جديده. يمكن احنا عندنا اكاديميتين جداد اتفتحوا، واحده في دوله الكويت لمده 3 سنين، وعندنا واحده في دوله الامارات العربيه، وداخلين على مجموعه من الاسواق الجديده في العالم العربي. دي واحده من المشروعات التجاريه بتاعتنا اللي بدات تحقق ارقام ماليه الحمد لله، هي برضو الاكبر في المنطقه العربيه، ويكاد نقول ان هي بتنافس الانديه العالميه الكبيره اللي لها علامات تجاريه موجوده في الدول العربيه. يعني دولت مشروعين تموا واتباعوا بالفعل الاسبوع اللي فات، وقعنا مع دولة الإمارات العربية الشقيقة في فتح فرع الترخيص لأكاديمية النادي الأهلي لكرة القدم، داخلين على تطوير أكاديميات للرياضات الأخرى في السباحة وفي السلة وفي كرة اليد، داخلين عندنا شغل كبير جدا.
موجود. فعشان كده احنا بنطور في الاداره بتاعتنا، ومجلس الاداره الموفر مشكورا اعتمد لنا الهيكله دي باختصاصات محدده باهداف محدده. الهدف الرئيسي منها هو زياده الايرادات الماليه، عايزين نتجاوز الارقام اللي احنا حققناها حتى في الوضع الحالي، عايزين نتجاوزها بنسب لا تقل عن 40% في الفتره اللي جايه ان شاء الله. طيب، كتير من الجمهور حتى بعاطفه وبرومانسيه كتير لما بيسال دكتور سعد في موضوع التسويق وموضوع الاستثمار، امتى ممكن نلاقي كوفيه النادي الاهلي موجوده في كل مكان؟ امتى يبقى في مشروب للنادي الاهلي اسمه النادي الاهلي؟ امتى ممكن حاجات شعبيه في الادوات حتى المكتبيه باستمرار؟ الجمهور الى هذا الحد مهتم جدا انه يساهم باي شيء يحس انه هو بيعود بالنفع على النادي الاهلي. في هذه الظروف جمهور الاهلي محتاج ان هو يتفاعل جدا، ومستعد جدا يتفاعل معاكم، بس يلاقي مثل هذه السلع البسيطه اللي يشتريها فتعود بالنفع المباشر على النادي الاهلي. اسمح لي من خلال برنامج حضرتك الجميل اللي بيتابعه ملايين المشاهدين من محبي النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي، ان انا اوجه لهم خالص الشكر والتقدير على مشاعرهم الراقيه، وبطمنهم ان احنا امبارح مجلس الاداره الموقر اعتمد كراسه الشروط الخاصه بالستورز. الستورز الجديد بتاع النادي الاهلي مطروح فيه مجموعه من السلع والخدمات اللي بتشبع رغبات الجمهور، واللي بتمكن من جمهور النادي الاهلي ان يشتري الخدمات والسلع اللي بتحمل علامه النادي الاهلي التجاريه، وده ياكد وعد الجمهور الرياضي باهميه قيمته في توليد مصادر ماليه جديده للنادي الاهلي. فامبارح مجلس الاداره اعتمد كراسه الشروط الخاصه بالستورز، فيها اكثر من 96 سلعه ومنتج جديد تم طرحه في كراس الشروط بشكل جديد جدا جدا، بيحمل مفاهيم للجمهور الواعي بتاع النادي الاهلي اللي احنا بنفتخر بيه. اتكلم مع حضرتك فيها وسال حضرتك فيها، المجات والتيشيرتات والكوفيات والهدايا التذكاريه، كل ده بمختلف انواعه احنا طرحينه في كراسه تم اعتمادها، وان شاء الله ده هيبقى في خلال الشهر القادم مجرد ما نخلص من الاجراءات القانونيه والاداريه لطرح المزايده، هتبقى الحاجات دي متاحه لجمهور النادي الاهلي وفي كل مكان وفي اماكن المباريات ايضا. ده الجديد في اماكن المباريات، في اماكن المباريات، ويستطيع الحصول عليها اونلاين برضو من خلال الستورز ومن خلال الشركه اللي ان شاء الله ربنا يوفقها وتكون شريك للنادي الاهلي وتحصل على الترخيص اللي هيطرحه النادي الاهلي ان شاء الله. طيب، انت حضرتك اشرت ان ده هيكون من خلال عدد كبير من الستورز، من الاسواق، من المحلات اللي هتبقى منتشره. هل ده هيشمل كل المحافظات ولا هنكون قاصرين على القاهره زي المراحل السابقه؟ كل المحافظات بتاعه الجمهوريه، وفي اي مكان في اي حد من جمهور النادي الاهلي سوف يستطيع الحصول على السلع والمنتجات اللي بتحمل علامه تجاريه، سواء دعم من النادي الاهلي لانه يمتلك الخدمات اللي بيحبها من خلال النادي الاهلي او علامه تجاريه بتاعته، او دعم الجمهور ومساندته لمنتجات النادي الاهلي وشركاء النادي الاهلي التجاريين. ده للمرحله الجايه 96 سلعه هتحمل شعار واسم النادي الاهلي ان شاء الله، وفي حاجات موجوده انت بس عشان حضرتك ما دي كراسه ما نقدرش نتكلم فيها بشكل مفصل. تمام. لكن انا بس عشان حضرتك سالت السؤال وحبيت اطمن الجمهور ان الجمهور هيبقى كل حاجه متاحه بالنسبه له. داخلين على مرحله جديده بالتسويق في النادي الاهلي تتناسب مع قيمه النادي الاهلي التجاريه ومع تاريخ النادي الاهلي، وايضا مع ان النادي الاهلي، خلي بال حضرتك يا استاذ ابراهيم، النادي الاهلي دائما هو قائد عمليات التسويق في العالم العربي. النادي الاهلي هو اول نادي يمتلك قناه تلفزيونيه في العالم العربي والقاره الافريقيه. ده حضرتك حاجات كلها النادي الاهلي هو دايما رائد فيها، النادي الاهلي هو اللي طور مبيعات البث التلفزيوني، هو النادي الاهلي هو اللي قاد العمليه دي، النادي الاهلي هو اللي بيقود تطوير حقوق الرعايه، وحضرتك عارف ان الارقام اللي بدات بيها قيمه الرعايه داخل السوق المصري اللاعب الرئيسي في تطوير الايرادات دي، لان النادي الاهلي بس مش بيقدم كمان لنفسه وجمهوره، بيقدم خبرات يمكن ان تنقل للانديه الاخرى يستفادوا من تجارب النادي الاهلي، لان مهمتنا ان احنا الناس كلها الرياضه المصريه ده ان هي تتطور تجاريا وتبقى عندها مصادر تمويل كبيره عشان تخفف الاعباء الماليه على مؤسسه الدوله. تمام يا دكتور، باذن الله تعالى مزيد من التوفيق في تفعيل تنميه من الموارد الجديده والانماط الجديده ان شاء الله يا دكتور. السؤال الثاني يا استاذ ابراهيم، انا بقول لك مزيد من التوفيق في تفعيل انماط جديده لتنميه الموارد باذن الله.
ان شاء الله. ويعني شكرا جزيلا لحضرتك والبرنامج، وشكرا جزيلا لجمهور النادي الاهلي الحريص على انه يشوف النادي الاهلي في افضل مكانه، سواء كانت مكانه رياضيه او مكانه تسويقيه وتجاريه. شكرا جزيلا للاستاذ الدكتور سعد شلبي، خبير التسويق الرياضي والمستشار مستشار التسويق لمجلس اداره النادي الاهلي. الحقيقه شيء مطمئن جدا على مستقبل الاستثمار في النادي الاهلي، ويمكن الجزئيه الاخيره اللي انا سالته فيها، لانه واصله لي من كل الناس، كل الجمهور بحب نادر جدا. الاهلي يا جماعه عظمته في جمهوره، جمهوره ده حماه، ده مش كلام شاعري ولا كلام عواطف ولا كلام رومانسيات، لا جمهوره حماه بالشكل الطبيعي بجد، لانه نادي نشا من 1907. شوفوا حركه المجتمع المصري في ارتباط جمهور النادي الاهلي بيه، شوفوا قيمة الولاء والوفاء لما تتحول إلى مردود اقتصادي. شوفوا الدكتور سعد شلبي وهو خبير تسويق يقول هذا الوفاء وهذا الولاء وهذا الانتماء من قبل حضراتكم للنادي الأهلي إزاي بتترجم إلى رقم وإلى فلوس عند بيع هذه الحقوق، لأنه الغيرة موجودة، الوفاء موجود، الولاء موجود، التفاعل، وبالتالي على النادي الأهلي وعلى أي حاجة تخص النادي الأهلي تخلي حضراتكم فخورين جدا بالنادي الأهلي. أنا الأهلي. أنا الأهلي اللي كان والحاضر، أنا الاسم اللي هز جبال من الأول لحد الآخر، هيفضل مصنع الأبطال. أنا قد الحياة وتحدي ولسه عندي قوة، وعندي أعدي ألف سد وعدي، أقوم وأطلع وأهد جبال. أنا الاسم اللي لف الدنيا وماضي تشيرتي في اليابان، بطل عدى حدود أفريقيا ولسه في قلبه حلم كمان، في ضهري ومن سنين أواني قولوا بدت كتير علشاني. أنا الأهلي اللي صان العشرة، دهب مش قشرة ولا بهتان. بدايتي وكانت كده، بقالي في سنين كل ده، ولسه في أكتر من كده سنين وأهليها. أهلي أكمل كمان في ضهري كتير من زمان، معايا جماهيري بتسلي بيها. مسموعة وجيل من بعد جيل بيسلم، ورايته تملي مرفوعة. أنا النجم اللي فوق في العالي، أنا اللي مفيش يدين وصلالي، أنا روح الفانيلا الحمراء وأنا الناس اللي عايشالي. أنا الأهلي اللي سابق دايما ودايما سكتي قصادي، ومهما الدنيا بتعطلني بوصل برضه في معادي. لا قدرت يوم ظروف تحبطني ولا صوت عالي بيسكتني، انا صوتي اللي لف الدنيا ولسه بيعلى وينادي. بدايتي وكانت كده، كانت في سنين كل ده، ولسه في اكتر من كده سنين واهليها. اهلي اكمل كمان في ضهري كتير من زمان، معايا جماهيري بتسلي بيها. هو ده النادي الأهلي، وهو ده جمهور النادي الأهلي، وهو ده سر النادي الأهلي يا جماعة. النادي الأهلي مجلس إدارته اللي بيشرف كل الأهلوية إنه يبقى فيه مجلس إدارة بهذه القيمة وبهذه الأسماء، والأهم بهذه الروح.
مجلس إدارة بقيادة الكابتن محمود الخطيب، وما أعتقدش في كلام يحتاج يعرف محمود الخطيب. ما أعتقدش إن عند أهلاوي أو عند أي حد بيعرف كورة أو ما بيعرفش محتاج يعرف جملة عن محمود الخطيب. لكن مجلس إدارة قوته في وحدته، قوته في هذه الروح، قوته إن كل واحد من أعضاء مجلس الإدارة يقدر يدير النادي الأهلي ويدير كيان رياضي كبير جدا. مجلس إدارة على رأسه الكابتن محمود الخطيب، النائب معاه الأستاذ العمري فاروق كان بيدير الرياضة في مصر، ثم خالد الدرندلي أمين صندوق النادي الأهلي، واحد من اللي اتولدوا حرفيا في النادي. يعني أنتم متخيلين إن حد علاقته بالنادي والده ووالدته كانوا أعضاء مجلس إدارة، فأنتوا عايزين رابط إيه أقوى من كده؟ أو حتى قيمة محاسبية كانت عاملة إزاي؟ هتلاقي واحد زي المهندس خالد مرتجي نموذج دولي مشرف، واحد من اللي كان ليهم إسهامات كبيرة جدا في لجنة الأندية في الاتحاد الدولي لكرة القدم بكل هذه العلاقات وهذه الصلات. شوف الدكتورة رانيا علواني، عضو، مش عضو مجلس النواب المصري بس، تشرف بهذه العضوية طبعا، لكن عضو اللجنة الأولمبية الدولية. بصوا القيمة عاملة إزاي، أبا عن جدا أهلوية، يعني الأب والجد أعضاء مجلس إدارة في النادي الأهلي. الدكتور عمرو علواني والدها رئيس الاتحاد الأفريقي للكرة الطايرة ونائب رئيس الاتحاد الدولي. فإحنا بنتكلم على نماذج يا جماعة، كل أهلاوي بل كل مصري فخور إن هذه القيم أو هذه القمم موجودة في هذا المجلس مع بعضيها. الأستاذ محمد الضماطي واحد من رجال الأعمال النابهين جدا المهمين في الاقتصاد المصري. الأستاذ طارق أنديل واحد من بيدير واحد من أهم البنوك الأجنبية في مصر. الكابتن جوهر نبيل أفضل لاعب كرة يد في المنتخب المصري وصاحب تجربة كبيرة جدا في كرة اليد، وثلاثة تحت السن وفوق القيمة. قبل كل دول، قبل حتى المجلس، واحد زي الأستاذ إبراهيم الكفراوي. إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة تحت السن، يعني دخل هو والعمري فاروق في مجلس الكابتن صالح سليم، فتربوا من بدري قوي على قيمة النادي الأهلي وعلى إدارة ملفات مهمة جدا في النادي الأهلي. إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة تحت السن، شوفوا تدرج في كم مرة. خريج اقتصاد وعلوم سياسية، بيعمل في أحد أهم البنوك الأجنبية في مصر. خبرات بقول لكم نماذج يشرف بيها النادي الأهلي جدا وتفخر به جمعيته العمومية جدا. ثلاثة تحت السن، كل واحد يقدر يدير النادي الأهلي في أي ظرف استثنائي. وشفتوا أكم من ملفات وبطولات أسندت لمحمد الجرحي أو للدكتور مهند مجدي أو لمحمد سراج. شوفوا الثلاثة اللي تحت السن حجم الخبرات والنبوغ المبكر والولاء والانتماء للنادي الأهلي. عشان كده بقول لكم ما تخافوش على الأهلي أبدا، حدش خاف على الأهلي أبدا. الأهلي لو الناس دي فضلت إيد واحدة، قوة واحدة، على قلب رجل واحد، ما أعتقدش الجمعية العمومية اللي ادتهم هذه الثقة بكل هذا الحب وبكل هذه الغيرة على النادي الأهلي في هذا الظرف ممكن تقلق مرة أبدا على النادي الأهلي. الناس شغالة في كل الملفات اللي مطروحة واللي مفتوحة قدامهم زي ما أنتوا حضراتكم شايفين، علشان ينقل النادي الأهلي النقلة الكبيرة، علشان حجم الاستثمارات للنادي الأهلي. كل واحد من الناس دي بيدير استثمارات كبيرة جدا، فشوفوا لما كل هذه الخبرات وكل هذه العقول وبهذه الروح الواحدة تتحد في مجلس واحد، مش بس هيتوقف العمل عند مشاريع استثمارية كبيرة جدا هتفخروا وتسعدوا بيها، لكن حتى على المستوى الهندسي هتتفرجوا الفترة الجاية وفقا لمعايير زمنية محددة وتوقيت زمني مجلس الإدارة محدده، عشان كل فترة قصيرة جدا هتلاقوا طفرة هندسية حصلت. هيحصل ايه في الملف الهندسي؟ انشاءات النادي الاهلي، لان لا تخص اعضاء النادي بس، انشاءات النادي الاهلي وتطوير مرافقه هتعود بالنفع على الجمهور، لانه لما البنية التحتية بتستقر، لما النادي الاهلي بيتوسع، حجم الاقبال عليه هيزيد، حجم تدفق العضوية هيزيد، حجم الموارد هيتضاعف، الفلوس هتكتر، فبالتالي الميزانية هتكبر، هيقدر النادي الاهلي يفي بالتزاماته الرياضية، هيقدر يعقد صفقات كبيرة، هيقدر ينفق على فرقه الرياضية، هيرفع المستوى. فالمسألة مش بس لا سور ولا بوابة، المسألة انت بتستثمر في قيمة كبيرة جدا اسمها النادي الاهلي. ايه اللي هيحصل في الملف الهندسي عشان نطمن حضراتكم؟
معانا على الهاتف المهندس سامح علي كامل المستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي. يا باشمهندس سامح أهلا بيك. أهلا بيك أستاذ إبراهيم، إزي حضرتك؟ إزي صحتك؟ إزي حضرتك؟ الله يخليك. أنا عارف المجلس تعبك اليومين دول مش كده؟ الحمد لله. بتجري. الأهلي يهون طبعا إن شاء الله. بتجري أنا عارف. قول لي بقى، يعني الجديد إنه تم الاتفاق على جدول زمني لكل مشروع. إمتى هيخلص إيه؟ مش كده؟ مظبوط، يعني هو إحنا أول ما بدأنا نشتغل بدأنا نحط زي مواعيد زمنية وبرنامج زمني لكل المشاريع اللي هننفذها في الخطة الإنشائية. وده من أول يوم، من أول مجلس إدارة ما انتخب حطينا الخطة الإنشائية وبدأنا نعمل مواعيد محددة لمشاريع السنة دي. الكابتن محمود في آخر زيارة لي كان معايا في أهلي مدينة نصر. تفقد المشاريع ولف معايا واحد بسرعة فكرة عنها، بس أديك الأول المواعيد. اتفقنا على ان في مواعيد محدده هنبدا نسلم فيها كل مشروعاتنا بدايه من شهر 8 شهر 9 وشهر 10، يعني تباعا هنبدا نسلم كل مشروع. اول مشروع هيتسلم عندنا هو ان شاء الله باذن الله هو تكييف طاله الكاراتيه اهلي مدينه نصر ان شاء الله. اهلي مدينه نصر تمام، وده احد المشاريع اللي في اهلي مدينه نصر اللي كانت من ضمن الخطه الانشائيه في برنامج مجلس اداره النادي الاهلي. في مشاريع بقى اللي وراها تباعها في مدينه نصر، عندنا في المنطقه الترفيهيه اللي هي فيها حمام سباحه عائلي وفيها حمام سباحه للاطفال، والاول مره في نادي في مصر حمام امواج. ودي الاول مره في نادي في جمهوريه مصر العربيه يعمله. جميل. جنبيه في مشروع تاني هو مشروع فود كورت، دي مناطق فيها منافذ خدميه لاعضاء النادي الاهلي بفكر جديد وبنقله جديده ونوعيه تشطيب جديد بيتهيألي اعضاء الاهلي شافوها في المبنى الجديد اللي افتحناه في اهل الجزيره. لقوا الموضوع مختلف شويه. في فكر جديد شغالين عليه. ده المشروع الثالث في اهل مدينه نصر. جانب معاه بقى البوابات الجميله اللي كابتن محمود كان اعلن عنها في المؤتمر للمشروعات والاسوار اهل مدينه نصر. البوابات دي هتتسلم امتى بقى؟ يعني هي مراحل بقى، يعني اجزاء السور ماشيه مراحل، يعني كل شهر عندنا مرحله تتسلم. لكن الميعاد الفاينل بتاعها في 1/12، لكن هي كل شهر عندنا جزء بنسلمه. يعني الموضوع مش ماشي في الاخر، لا، اجزاء فيها متابعه دقيقه من اداره نسيه ولجنه نسيه ومجلس اداره. مجلس اداره طلب في المجلس الاخير متابعه اسبوعيه لجميع المشاريع في الافرع الاربعه، مش الثلاثة بقى، لأن التجمع الخامس بدأ يخش معانا شوية وهديك فكرة برضو في الآخر عنه. زائد احنا كمان في مدينة نصر لسه مركبين شاشة عملاقة زي الشاشة اللي ركبت فيها أهل الجزيرة وزي الشاشة اللي ركبت فيه الشيخ زايد. بدأنا في مدينة نصر تجديد لدورات المية لم تجدد من سنين. ودي هتبدأ تسليمها الشهر الجاي. إن شاء الله بإذن الله. ده بالنسبة لمقر مدينة نصر. يعني 1/12 يا باشمهندس يكون الخطة الإنشائية في الثلاث مقرات للأسوار والبوابات جاهزة. تباعا بقى ماشي، يعني من أول 8 شغالين. 1/12 نبدأ نسلم الغالبية. 41 إن شاء الله بإذن الله. تمام. التجمع بقى. طب نتكلم عن التجمع، ماشي. التجمع إحنا خلصنا تقريبا بنسبة 90% جميع الملاحظات الفنية لاستخراج القرار الوزاري. تمام. وجاري حاليا إنهاء التعاقد. نعمل عقد مع هيئة المجتمعات العمرانية. تمام. إن شاء الله بإذن الله أول ما ناخد القرار الوزاري نبدأ في أعمال التنفيذ لأرض التجمع الخامس إن شاء الله. واستخراج التراخيص اللازمة لعناصر المرحلة الأولى إن شاء الله بإذن الله. إحنا خلاص موضوع الأرض ونقل الأرض انتهت خلاص. تمام. الحمد لله، وخدنا الأرض الجديدة ومكانها تمام ممتاز ومفيش فيها مشاكل في التسوية. مش محتاجة أي جهود للتسوية مش كده؟ مفيهاش، لا مفيهاش أي مشكلة خالص ولا فيها أعماق كبيرة للأرض القديمة. تمام. ونبدأ فيها فورا إن شاء الله في استخراج التراخيص فور أول ما نستلم إن شاء الله القرار الوزاري. إن شاء الله بإذن الله. الشيخ زايد عندك شغل جديد فيه لسه؟ الشيخ زايد عندنا احنا بدأنا من اسبوعين تقريبا اعمال الجسات للمبنى الاجتماعي الجديد وللشهر العقاري وللمسجد وللاسوار. دي الخطه الانشائيه الموضوعه للشيخ زايد، دي هتستمر بعد 1/10، يعني طبعا دي مش هنلحق نخلصها في 1/10، لكن احنا بدأنا بالفعل من اسبوعين التوقيع ورفع المساحي والشركه المنفذه نزلت الموقع. خطوات ايجابيه هيبان نتيجتها كمان شهر ان شاء الله نبدا نحس بحركه ملموسه
في الشيخ زايد ان شاء الله. شيخ زايد مبنى اجتماعي جديد مش كده؟ مبنى اجتماعي جديد بمسطح 1000 متر بمناطق جلوس الاعضاء بمقر الانشاء العقاري بمسجد كبير يليق باعضاء النادي الاهلي في الشيخ زايد. المبنى بقى اللي المفترض مستخدم دلوقتي مبنى اجتماعي واداري، ده هيتحول هيرجع للاكاديميه زي ما كان الاول ولا ايه؟ والله لسه القرار ما اتخذش هيتوظف في ايه؟ خلينا نفتح المبنى الجديد الاول والاعضاء يبقى عندهم مكان كبير ومكان يليق بيهم، ونبدا نفكر هنستخدم المبنى اللي كان اصلا حاجه للكوره والاكاديميات وكده هيتوظف ازاي؟ ده هيبقى يعني قرار مجلس اداره النادي الاهلي والاداره التنفيذيه ان شاء الله باذن الله. امتى ممكن عضو النادي يدخل من البوابه الجديده المبهجه جدا اللي كابتن الخطيب كان عرضها في اخر مؤتمر صحفي سواء في الجزيره او في مدينه نصر او الشيخ زايد، امتى يفاجئ بالسور مختلف وبالبوابه حاجه كبيره جدا اللي عليها النسر الكبير؟ للشيخ زايد ولا للافرع الجزيره؟ للجزيره ثم مدينه نصر ولا الشيخ زايد؟ احنا حضرتك العضو النادي هيبدا يشوف الاسوار الشهر الجاي، دي اول حاجه هتبدا تبان قدامه الشهر الجاي. في مدينه نصر بالتحديد هيبدا يبان السور قدامه كامل متشطب، طبعا دي اول مرحله منه، هنكمل المراحل واحنا ماشيين. البوابات احنا هنبدا فعل فيها الاسبوع الجاي في مقر النادي في مدينه نصر. السور الجزيره الشهر الجاي هيبدا يبان السور معانا اول مرحله اللي هي من اتحاد الكوره لحد البوابه الرئيسيه امام المرسى. ان شاء الله قبل 1/10 هتشوف البوابه الكبيره بالنسر العملاق اللي قدام البوابه. قبل 1/10 قبل 1/10 خد بالك الجمهور والاعضاء شاهدين عليك، الكلام ده بيتسجل. الكلام بيتسجل. اتعودنا في النادي الاهلي من ايام ان احنا ملتزمين بكل كلمه بتتقال وبنبذل اقصى مجهود ونحاول نخلص قبل كده ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا باشمهندس. الجزيره بقى الجزيره اتفضل. الجزيره احنا النهارده بالتحديد انتهينا من الاساسات والخوازيق لصاله الكراتيب الكامل. النهارده هنبدا مرحله الاعمده ومرحله الهيكل الخرساني للصاله. الحاجه الثانيه بدانا في اعمال تشطيب مدرج كره القدم الجديد لفريق كره القدم. بدانا اعمال رفع المساحه الداخلي في تعديلات معماريه، بدانا في اعمال التكسير، فده لسه بادئ فيه برضه من ضمن الخطه الانشائيه في اهل الجزيره. الخطوه الثالثه في تطوير المبنى الاجتماعي. المبنى الاجتماعي في الجزيره ده هياخد هيمشي على مراحل طبعا لانه مبنى بيستخدم، فحاطين له زي خطه تنفيذيه على مراحل عشان مش هنقدر نوقف المبنى بالكامل في موسم الصيف والاعضاء بيستخدموه. فده محل دراسه حاليا وهنبدا نخطر بيه الاداره التنفيذيه العميد محمد مرجان احنا هنتصرف ازاي وهنخش ازاي بالتنسيق معاه ان شاء الله. مدرج ملعب التتش القديم بقى، لانه كان في كذا مره قبل كده اتقال انه هيتم الهدم وتم استحداث كل المرافق المطلوبه اللي موجوده تحت منه من غرف لجيم المكاتب للناحيه الثانيه تحت المدرج الجديد. المدرج القديم امتى هيتشال؟ احنا مش هنقدر نهد المدرج القديم غير لما نوفر المكان البديل في المدرج الجديد. ايه اللي ناقص في الجديد ده؟ الجديد هو الهيكل الخرساني معمول. كويس؟ لكن التشطيب الداخلي مش معمول بنسبه كبيره، هو متقسم بطريقه معينه، لكن في تعديلات طلبت من جهاز الكوره وفي مكاتب استحدثت، فحاليا احنا شغالين على التصور الجديد، يعني اعتمدنا التصور الجديد وحاليا شغالين فيه. وقت ما هتخلص في الجديد هتهد القديم. طبعا طبعا. ومتوقع برضو احنا لسه في بدايه الشغل، متوقع ان احنا اخر السنه يبدا تبان ملامح المدرج الجديد معانا، واول ما يخلص ان شاء الله احنا معانا رخصه هدم للمدرج القديم نبدا فورا في معاك رخصه الهدم يعني جاهز. رخصه الهدم دي طالعه من المجلس السابق قبل السابق كمان، يعني مجلس كابتن حسن. طبعا دي طالعه من ساعه ما انشانا المدرج. لانه كان في كذا خطه انك انت تبدا تفتح مسطح النادي بشكل كبير للناس. بالظبط بالظبط يا فندم. طيب دي شامل الخطه كلها بعد 1/12، عندك طبعا خطه جديده بقى لبقيه الدوره مش كده؟ طبعا احنا هدوس حضرتك، احنا برنامج الانتخابي للمجلس الاداره معايا. احنا اتفقنا من اول يوم كل سنه هننفذ جزء من هذا البرنامج. تمام. بس احنا السنه دي خدنا جزء كبير. يعني اللي احنا اتكلمنا فيه دوت كله ده جزء كبير من البرنامج. لسه عندنا فيه دي بوابه النادي مش كده؟ اللي هتكون
دي بوابة النادي اللي هتكون عليه إن شاء الله. بوابة النادي إن شاء الله في الجزيرة ومدينة نصر. يعني أعضاء النادي على مسؤولية المهندس سامح علي كامل ابتداء من 10 هيخشوا من هذه البوابة في الجزيرة إن شاء الله بإذن الله بهذا الشكل اللي هي فعلا هيبقى حاجة مبهجة جدا وسعيدة جدا لكل الأعضاء والجمهور إن شاء الله بإذن الله. ربنا ييسر إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله. شكرا جزيلا للمهندس سامح علي كامل. الله يكرمك. شكرا للمستشار الهندسي لمجلس إدارة النادي الأهلي. ده الشكل اللي حضراتكم شفتوه بوابة النادي الأهلي في كل الفروع المختلفة اللي اللجنة الهندسية شغالة عليه دلوقتي، واللي المفترض زي ما المهندس سامح قال لكم خطة هندسية ماشية تباعا، والأمر كله لا ينفصل عن بعضه، كل ده له علاقة بالإيمج بتاع النادي الأهلي، القيمة والاسم للنادي الأهلي، المكانة للنادي الأهلي، كل ده هيعود بشكل مباشر وصريح على رفع اسم النادي، على تعظيم موارد النادي. عدد الأعضاء هيزيد، اشتراك العضوية هيزيد، راحة العضو هتكون متوفرة جدا، سعادة الناس وفخرها بالنادي الأهلي هتكون مكتملة. كل ده في النهاية هيفضي إلى أرقام، هذه الأرقام هتترجم الأعمال الرياضية والإنجازات الرياضية اللي بتسعد حضراتكم. النادي الأهلي أديكم شايفين ماشي في كل الطرق، في تحديات، في صعوبات، في مشاكل، في معوقات، في كلام قليل، في كلام كبير، كل ده ما بيأثرش على انه سفينه الاهلي تفضل ماشيه بكل هذه القوه، امواج مش امواج غيره، كلام ما بيستوقفش ابدا هذا العمل، فبتفضل المساله باستمرار كل يوم بتبني على ما سبق. من كده انا اعتقد الوصول الى اجنده للنشاط الرياضي قويه جدا دي مساله كانت مهمه. واحد من أهم المشروعات أو أهم الملفات اللي مجلس الإدارة مهتم بيها تفعيل لائحة النشاط الرياضي. الأهلي بصوا في بناء بنية تحتية تشريعية قوية. في لجنة قوية جدا شغالة على وضع لائحة النظام الأساسي، إن النادي الأهلي يبقى له قانونه ودستوره من خلال لائحة النظام الأساسي. لكن كمان على صعيد النشاط الرياضي الأهلي لا يهمل كل هذه الألعاب. عايز يعمل طفرة كبيرة جدا في صناعة الأبطال الرياضيين، مفيش حد هيلبس الفانيلا الحمراء وهيمثل الأهلي في بطولة إلا وهو مطالب إنه يكون عند مستوى الحدث، عند قيمة تمثيل النادي الأهلي، عند إنجاز وتحقيق بطولة. عشان كده مجلس الإدارة أوكل للكابتن رؤوف عبد القادر مهمة وضع لائحة نشاط رياضي جديدة فيها حوافز، فيها مكافآت، فيها معايير جديدة للتقييم، فيها نقلة تانية كبيرة للنشاط الرياضي. مش عايز أقول كلام من عندي، لكن خلينا ناخد الكابتن رؤوف عبد القادر، واحد من أبناء النادي الأهلي الكبار وواحد من الخبرات الكبيرة جدا في مجال النشاط الرياضي، بيدير ملف النشاط الرياضي في كل الألعاب بالروح اللي عمل بيها فريق طايرة الأنسات في النادي الأهلي، اللي أعتقد مفيش فريق في تاريخ الرياضة المصرية حقق ما حققه فريق الطايرة بنات للنادي الأهلي في العشرين سنة اللي فاتت. عشان كده لما بيدير ملف النشاط الرياضي على بعضه ولما يكون مسنود إليه وموكل إليه وضع لائحة نشاط رياضي جديدة، أتمنى أنها تكون لائحة بروح الفانيلا الحمراء. كابتن رؤوف أهلا بيك. أهلا بيك يا كابتن، إزيك؟ ربنا يخليك يا رب. أنا بشكرك يعني على الكلام الجميل اللي حضرتك قلته عليا ده. يعني لا أنت، أنا من زمان كنت بقول لك على فرقة الطايرة لازم تتسجل في موسوعة الأرقام القياسية بجد يعني. ربنا يخليك يا أستاذ إبراهيم، ونتمنى إن شاء الله تقدم لنا كل التجارب دي. كابتن عادل الأول، كابتن عادل عنده برد شديد من المرة اللي فاتت، علوا عليه التكييف قعد يكح، يا جماعة وطوا التكييف مفيش فايدة، فإن شاء الله الحلقة الجاية يرجع ويبقى كويس إن شاء الله. قول لك كابتن. سلام. الله يسلمك. قول لي دلوقتي لائحة النشاط الرياضي الجديدة ايه فلسفتها بالظبط؟ وعلى طول يعني مجلس إدارة النادي الأهلي بتشكيله الجديد يعني تقريبا في أول جلساته قرر تشكيل لجنة لتطوير لائحة النشاط الرياضي. كان طبعا مكونة من الأستاذ محمد الغزاوي عضو مجلس الإدارة السابق بالإضافة للدكتور سامح حمدي والكابتن أمين وأنا معاهم يعني.
تمام. ابتدينا نعمل اجتماعات لتطوير اللائحه، واخذنا حوالي يعني 5 شهور يعني كلمه كلمه وسطر سطر، ويعني رجعناها. والاهم من ده كله ان احنا بعتنا لجميع الاجهزه العامله في النادي الاهلي كل جهاز يكتب الملاحظات بتاعته على اللائحه الحاليه اللي ساريه، وفي نفس الوقت موظف سواء الحسابات او المراجعه او موظف النشاط الرياضي اللي هم بيتعاملوا في تنفيذ لائحه النشاط الرياضي اكيد بيتبان لهم في بعض الاستفسارات او في مقترحات لتطوير اللائحه. خدنا كل هذه المقترحات وجمعناها والحمد لله يعني قطعنا شوط كبير، وبعد كده خدنا الخطوه اللي بعد كده. بقى لنا حوالي 3 اسابيع نعمل الخطوه الثانيه عشان نعتمد هذه اللائحه من مجلس الاداره ومن المكتب التنفيذي. ابتدينا اجتماعات مكثفه شبه يوميه، عايز اقول لحضرتك الاجتماعات توصل لغايه الساعه 12 بالليل تقريبا شبه يوم. في وجود الاستاذ عمرو فاروق نائب رئيس النادي، والكابتن خالد الترنداري امين الصندوق، والاستاذ ابراهيم القفراوي عضو مجلس الاداره، ده بالاضافه ليا وللدكتور سامح حمدي والمدير المالي الاستاذ عماد ومدير المراجعه الاستاذ طارق. يعني المجموعه الماليه كلها، لان اللائحه بيبقى فيها بنود ماليه يجب مراجعتها جيدا. يعني المهم ان اللائحه خلاص يعني اصبحت قاب قوسين او ادنى للاعتماد. وزي ما حضرتك قلت هو الهدف منها تطوير، اولا تطوير العمل في اداره النشاط الرياضي لتواكب يعني التطور الهائل اللي موجود ده. بالاضافه في حاجات كثيرة، يعني مثلا الأكاديميات وكيفية إدارتها والفكر الجديد اللي احنا بنحاول نعمله، يعني انتشار الأكاديميات خارج حدود النادي الأهلي سواء في داخل محافظة القاهرة أو في الأقاليم، تطويرها فنيا لخدمة أولاد الأعضاء داخل النادي، كيفية رفع شأنها لإفراز أبطال ينضموا لفرق النادي. بنتكلم بتنظيم لائحة العقود بالنسبة للاعبين، بنتكلم بالنسبة لأهم حاجة كيفية التطوير الفني والاستعانة برفع كفاءة الأجهزة الفنية بتاعتنا. يعني الموضوع يعني حوالي 17 باب بإذن الله، يعني هتنول رضا الجميع باذن الله. يعني طبعا مش جديد ان اللائحه تكون فيها حوافز عاليه جدا لتحقيق البطولات يا كابتن رؤوف، لكن على صعيد المستوى الفردي النادي الاهلي وده حلم جمهوره برضه، امتى ممكن يقدم مشروع بطل اولمبي حقيقي؟ كان عندنا قبل كده ايهاب عبد الرحمن كنا بنحلم معاه انه الرمح بتاعه يوصل لابعد مدى، لكن الله يسامحهم بقى المشكلة اللي أثيرت واللي أدت إلى الإيقاف والمشكلة اللي تعرض لها. لكن أنا عندي في ألعاب البحر المتوسط 3 من ولاد النادي، دينا مشرف بتاخد ذهبية تنس الطاولة، وعندي الفضية لجيانا فاروق في الكاراتيه، وأعتقد في برونزية للسباح علي خلف الله. فكرة مشروع البطل الأولمبي في النادي الأهلي في اللائحة بتاعتك الجديدة مكانته إيه؟ يعني هو الحقيقة طبعا أكيد يعني ليها وضع خاص وتركيز على كيفية صناعة البطل الأولمبي. وزي ما حضرتك ذكرت يعني إحنا أوريدي بادئين في يعني مثلا علي خلف الله. النهارده في سكولر شيب موجود ليا في أمريكا. معاه السباح أحمد أكرم و4 سباحين تانيين. النهارده موجودين في أمريكا. بالنسبة بندعم مثلا لعيبه زي دينا مشرف في الاشتراك في كل المحافل الدوليه. كل يعني الناس البارزين نيجي نحكي يعني مثلا السكواش.
او نتكلم في حاجه ثانيه في الكاراتيه. الكاراتيه المفروض ان هو هيخش الالعاب الاولمبيه القادمه. النهارده احنا عندنا حالات فرديه لما بتلعب في بطوله العالم بتحقق بطولات عالم ومراكز ثاني عالم، فبالتالي يعني حلم احراز الكاراتيه لميداليه لمصر موجود ان شاء الله قريب. ان شاء الله بالتالي يعني بيبقى في دعم لابطالنا من الكاراتيه للمشاركه في جميع البطولات اللي هي بتعمل بوينتس، يعني النظام اللي هيشارك في الاولمبياد بالنسبه للعبة الكاراتيه يجب ان هو يكون حاصل على بوينتس معينه بالمشاركه من عدد البطولات بتوصل لحوالي 12 بطوله. فاحنا بندعم الابطال بتوعنا ان هم يشاركوا في البطولات حتى يحصلوا عدد النقاط المطلوبه للمشاركه في الاولمبياد باذن الله لما تعتمد. برضه السكواش المفروض في طريقه ان هو في بحث ان هو هيخش الاولمبياد. ابتدينا بعض يعني عندنا بعض الابطال، مصطفى عسل يعني عايز اقول ده بطل واعد باذن الله لو برضه سكواش يعني قرروا يدخلوا للاولمبياد باذن الله باذن الله يعني هيبقى عندنا حد مرشح لعام الميداليه. ده للالعاب الاساسيه سواء مثلا السباحه زي ما قلت لحضرتك العناصر البارزه او في التنس الطاوله او في الجمباز، يعني اي حاجه في العناصر الفرديه. ده بالاضافه ان هو طبيعي الفرقه الجماعيه اي تشكيل فرقه جماعيه بتشارك في الاولمبياد في الغالب بيكون السواد الاعظم بيبقى مكون من النادي الاهلي. يعني فريق كره الطايره بيشارك مثلا في الاولمبياد لندن او كانت في الصين او في اي اولمبياد بتلاقي 80% من الفرق دي كلها من النادي الاهلي او كره اليد. فبالتالي احنا يعني شركاء اساسيين في الالعاب الجماعيه لفرق مصر اللي بتلعب في الاولمبياد، ولكن حلم حصول فريق جماعي على ميداليه في الاولمبياد اعتقد يعني هو فيها صعوبه فيها صعوبه. فهو التركيز باذن الله على الالعاب الفرديه في الفتره القادمه، وبنتمنى من الله يعني احراز ميداليه او اكثر من ميداليه لمصر باذن الله. طيب امتى هيكون عندنا اكاديميات يا كابتن رؤوف للالعاب الاخرى بره النادي؟ يعني النادي الاهلي منتشر برسالته في كره القدم في عدد كبير من الاكاديميات على مستوى المحافظات. امتى ممكن نشوف في اكاديميه لكره السله، اكاديميه للسباحه، النادي الاهلي يطلع يعلم سباحه في المحافظات، يبقى عنده اكاديميه سباحه، اكاديميه العاب قوى، اكاديميه باسكت، اكاديميه هاندبول في المحافظات، ولا ده ممكن يكون صعب شويه؟ لا ده مش صعب، ده يعني في خلال اسابيع يعني هنبتدي التنفيذ بالفعل. لما هنعتمد اللائحه لان هي دي موجوده. في انشاء ايوه بالظبط، يعني في انشاء وتم خلاص يعني الاتفاق مع بعض الاماكن معينه وتم في عروض جت، وفي الغالب بتكون الى جوار اكاديميه النادي الاهلي لكره القدم. في الكوره بالذات في السباحه، انت السباحه بالذات لانه الاهلي عنده مدربين وعنده كوادره. صحيح. ويقدر ينتقي اولاد في كل المحافظات، العاب القوى نفس الحكايه، الباسكت والهاندبول والطايره. بالظبط. ده بالاضافه ان طبيعي اكاديميه الكره بدات مشوار الانتشار في مثلا السعوديه وفي بالظبط الامارات، فبرضه يعني في القريب العاجل يعني الالعاب الاخرى هتلحق بالاكاديميه كره القدم. ومش عايز اقول لحضرتك يعني ان في افكار ثانيه للانتشار داخل قاره افريقيا. يعني في افكار كتيره جدا، ويعني احنا باذن الله اللائحه الجديده بتغطي كل هذه الامور، لان الاهم كمان من كده كيفيه رفع شان الاكاديميات داخل النادي الاهلي. بالظبط. اللي هي خاصه بابناء الاعضاء. يعني انا رايي ان هي لازم يعني تنتج لاعبين، ما تبقاش الموضوع تعليمي ممارسه معتوم. يبقى الممارسه موجوده بس في النهايه يبقى في مستوى من صناعه البطوله شويه. بالظبط. بالظبط. الراي اولا يعني برضو انا ليا بعض الافكار، يعني انا النهارده لما العضو بيجيب ابنه مثلا وبيخليه ان هو يشارك في اي لعبه من الالعاب، اذا كان مثلا الامكانيات الجسمانيه بتاعت ابنه مش ملائم هذه اللعبه تقدر توجهه او اي حاجه، فهو الاهم من كده التوجيه. بالظبط. يعني ده اللي هنكون حريصين عليه قبل كده، ان احنا هنقول راينا. النهارده لما بيخش علينا العضو معاه ابنه بيبقى فيه اختبارات ومقاييس للامكانيات بتاعت الولد او البنت، ونبتدي نوجهه ان هو ممكن يلعب انهي لعبه بالظبط.
اعتقد دي يعني 80% من المشوار، مع اخطاء التطوير الناحيه الفنيه بالنسبه لقائمين على الاكاديميات باذن الله، باذن الله هتاخد منحنى جديد خالص بالمره لخدمه الابناء الاعضاء، وباذن الله نشوفهم ابطال وهم اللي بيمثلوا النادي الفرق الرياضيه في مختلف الالعاب يعني. ان شاء الله. كابتن رؤوف، تدعيم بقى الفرق الكبيره في الالعاب الجماعيه، يعني برضو الجمهور دايما وابدا بيبقى عايز يطمن على تدعيمات الباسكت، تدعيمات الهاندبول، الطايره، ايه الجديد فيها؟ والله يا كابتن، هو كعادتنا حضرتك عارف تملي يعني، احنا بنعمل في صمت يعني موضوع التدعيم ده، بس انا بطمن الجميع ان التدعيم يعني شبه انتهى، بس احنا ما بنحبش ان احنا يعني بنعلن على الحاجات اللي احنا بنعملها، لكن احنا اول حاجه ناخد المتطلبات بتاع المدير الفني لكل لعبه. بنشوف اولادنا الموجودين بنحافظ عليهم، بنبتدي نشوف ايه العناصر المطلوبه لبعض المراكز اللي هي المطلوبه نشتغل عليها، والحمد لله يعني اعتقد جميع الفرق يعني ما اعرفش يعني اخر حاجه دعم كره السله بلاعب امريكي عالي المستوى، مش عايز اقول لحضرتك يعني مستواه باذن الله باذن الله هيعمل طفره مع فريق النادي الاهلي ده، الى جانب نجوم النادي الاهلي الموجود. لاعب امريكي في السله ده خلاص تم الاتفاق معاه تم الاتفاق معاه خلاص باذن الله، وبيتم توقيع العقود معاه باذن الله، و كويس، وبرضه دعم فريق كره اليد يعني بالمحترف من دوله تونس، بالاضافه لابطالنا الكبار يعني مثلا كابتن رامي جنيدي من نادي الجزيره عشان ينتقل نادي الاهلي كره السله من احسن صانع الالعاب، مكسب كبير صحيح، لكم احسنهم على الاطلاق. اولادنا نفسهم يعني نجومنا اللي موجودين في الفرقه اللي تم التجديد حافظت عليهم كلهم فانا اعتقد يعني ان احنا باذن الله الحمد ربنا يعني هتكون منافسه قويه السنه الجايه للفرق الجماعيه، واوريدي يعني احنا بالنسبه للالعاب الفرديه اعتقد ان في تفوق يعني، النهارده في بطوله منطقه القاهره شغاله بتاعت السباحه يعني تقريبا كل الايفنتات كلها لصالح النادي الاهلي لغايه دلوقتي، ما خسرناش ولا يعني مرحله واحده في جميع المراحل. لما حضرتك هتستعرض في العاب القوه، في تنس الطاوله، في اي لعبه من الالعاب يعني في تفوق كبير جدا لابطال النادي الاهلي. اما بقى الالعاب الجماهيريه، الالعاب الجماعيه الثلاثه اليد والسله والطايره، يعني بنعد الجماهير النادي الاهلي ان باذن الله هنكون عند حسن الظن، وفي خبر برضه مهم جدا اتفضل، ان مجلس اداره النادي الاهلي وافق على التعاقد مع مدير فني صربي لفريق كره الماء. احنا صربي السنين السنين الاخيره يعني فريق كرة الماء يعني لم يستطع احراز بطولة الدوري من اكثر من سنة يعني احنا في تركيز وسنة كتير على الاهلي فبالتالي المدرب ده المفروض مدرب المنتخب الصربي على فكرة صربيا شبه محتكرة كرة الماء لوتر بولو صحيح بطولات العالم هي متقدمة، وكان مدرب مدير فني لفريق بارتيزان بطل اوروبا وخبر جميل برضو ان يعني زوجته مديرة فنية للبليه المائي في صربيا، فهتمسك معاه يبقى احنا ضربنا عصفورين بحجر، هتمسك البليه المائي هنا بقى فهتبقى طفره باذن الله لو يعني اتمنى الحمد لله يعني موافقه مجلس الاداره امبارح لو جه هتعمل طفره بالنسبه للبليل المائي عندنا وايضا في الوتر بولو، يعني زي ما حضرتك واحنا بنستعرض مجلس اداره النادي الاهلي لا يبخل في دعم الفرق الرياضيه، واحنا يعني انا نفسي افرح الناس كلها على الفيسبوك والناس المتابعين والسيطات كلها اللي بتشجع النادي الاهلي، لكن احنا تعودنا داخل النادي الاهلي تملي ان احنا بنعمل شغلنا وكل حاجه صحيح. بس اللي بطمن الناس مجلس اداره النادي الاهلي لا يبخل على الفرق الرياضيه، وباذن الله ناويين يعني المنافسه في جميع الالعاب باذن الله في الموسم اللي جاي، ودعواتكم كلكم للفرق الرياضيه بالتوفيق باذن الله. موضوع الحقيبه الرياضيه ده الناس فهمته وانتهى تماما، ولا عندك شكاوي منه لسه تحب توضحها يا كابتن رؤوف؟
والله هو اللي انا عايز اقوله ان برضو يعني انا هستنى لغايه الشنطه ما هيتم تسليمها للناس وهسيب الحكم للناس بعد كده. يعني مهما احنا اتكلمنا في الموضوع هي الفكر كله نقولها لهم ببساطه يعني هو طبيعي مثلا اكاديميه كره القدم فيها هذه الشنطه منذ نشاتها بالظبط، فبالتالي زي ما احنا بنفكر ان هو تطوير الفني للاكاديميات داخل النادي بنفكر في تطوير المظهر بتاع اللاعبين داخل الاكاديميه، ان الولد اللي بيلعب في النادي الاهلي في اي لعبه يبقى شكله وزيه مناسب انه ده في النادي الاهلي، مش ولد جاي بفانيلا حمراء والتاني جاي بفانيلا بيضاء والتالت جاي بازرق والمساله بتبقى صعبه شويه، فانت فكرت انه يبقى فيه زي موحد لائق وفي نفس الوقت بسعر زهيد ورمزي اعتقد كان بسعر المصنع مباشره. والله يعني زي ما حضرتك قلت اهم حاجه ان احنا يعني الممارسه او المناقصه اللي كانت خاصه بهذا الموضوع ما تقدمش فيها الا اكبر اربع مصانع مصنعه للملابس الرياضيه في مصر، يعني ما خدناش اي حد علشان ضمان الخامه اللي هي هتبقى موجوده، فلما حضرتك تشوف مكونات الشنطه يعني الى جانب الاسعار اللي حضرتك عارفها النهارده في مصر، لما تبقى الشنطه عباره عن شنطه دي نمره واحد فيها بدله تدريب فيها سويت شيرت عشان الشتاء فيها طقمين للمباريات فيها الحرماله اللي هي بتتلبس ساعه التدريب فوق الفانيلات فيها اثنين شراب، انت شوف حضرتك الحاجه اللي انا بحكيها دي كلها لما بالمبلغ اللي احنا حددناه وتقسم على 12 شهر يعني تقسم بالتقسيط على 12 شهر يعني بقول لحضرتك يعني يطلع مثلا تقريبا 40 جنيه في الشهر بالنسبه لقيمه الاشتراك فبالتالي يعني بقول لحضرتك اولا يعني لم يهدف النادي الاهلي خالص بموضوع الشنطه ده طبعا ولا اي حاجه صحيح. زي ما حضرتك قلت بنفس السعر اللي هو متصنع بيه المصنع يعني اعتقد السعر اللي احنا حاطينه ده ممكن النهارده يبقى مثلا ثمن قطعتين او حاجه بالحاجه اللي موجوده في قلب الشنطه. هنستنى لغايه ما باذن الله، طبعا احنا كنا طالعين من اجازات العيد فكل المصانع زي ما حضرتك عارف بتاخد اجازه العيد ويبقى وراها فتره خلاص ابتدى الموردين بيوردوا الايتمز بتاعتها هتكون جاهزه باذن الله في القريب العاجل ويا رب يعني هنستنى لغايه ما نسمع بس تعليقات اولياء الامور على محتويات الشنطه بعد استلامها وارجو ان هي تنول اعجابهم. انا بس نفسي يا كابتن انا نفسي برضو اولياء الامور ازاي نقدر نفعل صلتهم باداره النشاط الرياضي، انا يعني مش عايز اقول لك كولي امر لكن بسمع كتير جدا شكاوي من اولياء امور او بلاش شكاوي حتى مقترحات بيبقى نفسهم يقابلوا حد يقولوا له فكره، يا ريت نحاول نفعل همزه الوصل ما بين اداره النشاط الرياضي لانه الالعاب كتيره مع اولياء الامور، كل حد عنده فكره عنده شكوى عنده رغبه يقول في اي حاجه يبقى في اداره معينه تستقبل دول. هو انا عايز اقول لحضرتك طبعا يمكن اداره النشاط الرياضي الاداره الوحيده اللي في النادي يعني اللي بتشتغل من 9 الصبح لغايه 12 بالليل يعني في اي لحظه حضرتك لازم يبقى في ناس مسؤولين موجوده، وعايز اقول على مستوى القياده يعني بالنسبه بابك مفتوح على طول، انا عارف بابك مفتوح لا يعني طول النهار لا، وفي الدكتور رياس النصير نائب مدير عام النشاط الرياضي مدير النشاط الرياضي بالجزيره متواجد على طول مكتبه مفتوح ومكتبي مفتوح لاي شكوى او اي مقترح بالنسبه للاعضاء، وايضا اللي انا عايز اقوله كمان ان في مسؤول المتابعه دول يعني يجوبوا الملاعب والصالات طول اليوم طبعا بيبقوا موجودين مع اولياء الامور وبينقلوا اول باول ويوم بيوم اي شكاوي او اي مقترحات او اي حاجه، واحنا على طول يعني بنلبي على طول يعني اي مقترحات بنلاقيها ان هي يعني مفيده على طول ما بنتاخرش ان احنا نحاول نعملها، ولو في اي شكاوى ولا اي حاجه بنحقق فيها بنحاول ان احنا نعالجها باستمرار،
وزي ما بقول لحضرتك داخل اداره النشاط الرياضي في ناس متخصصه للمتابعه بس. تمام لهذا الموضوع يعني تمام ازاي نستمع الى شكاوي اولياء الامور ونسمع المقترحات بتاعتهم ونحاول ان احنا نستفيد منها باذن الله. ان شاء الله كل التوفيق وموسم موفق باذن الله يا كابتن رؤوف. دعواتك كابتن ابراهيم وبشكر حضرتك على يعني استضافتي في البرنامج وحضرتك والف سلامه على الكابتن عادل القيعي. شكرا جزيلا. بشكر حضرتك ونلتقي كده باذن الله بعد المواسم الموسم يكون بدا والبطولات بدات ان شاء الله علشان نحتفل سويا باذن الله بانجازات الكره الرياضيه باذن الله. ان شاء الله. شكرا كابتن رؤوف عبد القادر. شكرا جزيلا للكابتن رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضي. واديكم شفتوا العمل شغال ازاي، مش بس بنتكلم على لائحه جديده للنشاط الرياضي بحوافزها بمكافئاتها باهدافها الجديده بافكارها بطموحاتها برغباتها بحل مشاكلها، لا ده احنا بندخل كمان في مجال تسويق جديد. انه رساله النادي الاهلي من خلال الاكاديميات الخاصه زي ما كابتن رؤوف قال مش بس قاصره على كره القدم، لا رساله النادي الاهلي في تعليم السباحه، في تعليم الجمباز، في تعليم العاب القوى، في تعليم الباسكت، الهاندبول، الطايره، كل هذه الالعاب الاهلي هينشئ ليها اكاديميات عشان يتسع برسالته الى عموم القطر، وده توطئه لامل ورغبه كبيره. انا عارف انه ده مشروع موجود عند مجلس اداره النادي، انه باذن الله تعالى وقت ما هتسمح الظروف هتلاقوا مقرات للنادي الاهلي انتقلت الى المحافظات، هتلاقوا في مقر للنادي الاهلي في اسيوط وفي سوهاج وفي قنا وفي اسوان وفي اسكندريه وفي الشرقيه وفي المنصوره وفي كل المحافظات اللي ممكن ظروف الاهلي الاقتصاديه وظروف هذه المحافظات تسمح ان الاهلي يبدا ينشئ فروع ليه، مش بس في الجزيره ولا في مدينه نصر ولا في الشيخ زايد ولا في التجمع، لا في هذه المحافظات، علشان رساله النادي الاهلي التنويريه. النادي الاهلي مشروع حضاري تنويري حقيقي بكل هذه الاهداف الرياضيه، بكل هذه القيم والمثل، بكل هذه النجاحات الرياضيه، بكل هذه الاهداف اللي من خلالها بيدعم الانتماء لهذا الوطن الغالي على النادي الاهلي. الاهلي والمبادئ. هنشوف هذه الاغنيه ونطلع لفاصل، بعد منه نستقبل اثنين من ضيوفنا الاعزاء، الناقد الرياضي الكبير الاستاذ ايمن بدره رئيس تحرير اخبار الرياضه، والناقد الرياضي الكبير والصديق العزيز محمود صبري رئيس القسم الرياضي في جريده الاهرام، مش بس لان هم كانوا شهود عيان على ما حدث في روسيا، لكن ايضا شهود عيان على المشهد الكروي والرياضي المصري وكل ما يحدث فيه من تفاصيل. بعد الفاصل ايمن بدره ومحمود صبري، ودلوقتي نشوف اهل المبادئ.